دكتور حسام المندوه، عضو لجنة إدارة نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، بنرحب بحضرتك في اليوم السابع. كنا عايزين حضرتك تقول لنا إيه هي كواليس الساعات الأولى للجنة في تولي إدارة نادي الزمالك. اهلا باليوم السابع. الموقع والتلفزيون وطبعا الجريده المحترمه ذات الشعبيه الكبيره، واحنا طبعا كان حقيقي الكواليس التقينا مع معالي وزير الشباب والرياضه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي، وكان موجود معانا اللجنه، يعني اللجنه المؤقته السابقه على طول برئاسة اللواء عماد. وحقيقة كان بعتبر لقاء نموذجي، ازاي نسلم ونستلم النادي في جو من الألفة وجو من المودة، وازاي نقول لبعض يعني مبروك على استلامك المهمة الجديدة، ونقول لهم انتوا أديتوا بشكل جيد، شكرا على مجهودكم. يعني كان إطار من الحب والمودة، وكان يوم جميل. بعد ما خلصنا مع معالي الوزير، ومعالي الوزير سلم دروع تكريم للجنة السابقة، اتجهنا لنادي الزمالك واللجنة الحالية برئاسة المحترم حسين بن لبيب، وبدأنا نجمع في الملفات ونجمع في المعلومات ونجتمع مع معظم القطاعات. وقفنا يعني او نقول ايه، يعني في معلومات كتيرة حصلنا عليها النهاردة، وبدأنا نحدد زي استراتيجية او خارطة طريق ان شاء الله نمشي عليها في المستقبل. ايه هي ابرز الملفات يا دكتور اللي هتكون على الساحة الفترة الجاية دي، واللي حضرتك حاطينها في اولويات؟ هو طبعا الملفات لما نقول نادي الزمالك كان بنتكلم في كرة قدم، فطبعا كان محور حديثنا حقيقي هو كرة القدم والتحديات اللي مقابلانا، وإن شاء الله طموحات الجماهير اللي إن شاء الله نكون قدها. فهو ده يعتبر الملف الأكثر أهمية اللي احنا انشغلنا بيه جدا في اللقاء الأول، وبالإضافة إلى ملف الأولويات وملف النشاط الاجتماعي اللي هو ما يجب أن يلقاه العضو لما يدخل نادي الزمالك. هنا مش هنقول بقى العضو، هنقول صاحب النادي. طبعا ده هو الأعضاء، هم أصحاب النادي، فإيه إزاي نلبي احتياجاتهم وإزاي يكونوا أكثر استمتاعا جوه نادي الزمالك. طبعا حضرتك اتكلمت عن كرة القدم، ومفيش حاجة تهم الجمهور دلوقتي في ملف كرة القدم أكتر من تجديد الفريقين الأساسي، فإيه الرسالة اللي حضرتك توجهها للجمهور في الملف ده؟ هو أنا مش هخصص كلامي، ولكن بتكلم بشكل عام إن كل اللجنة متفقة على أهمية التفكير في ملف كرة القدم، وعارفين طبعا أهميته بالنسبة للجماهير وبالنسبة لنا احنا كمان، ملف هام جدا جدا جدا. فاتفقنا على ان اي لعيب ما مضاش لاي فريق تاني فهو ان شاء الله موجود في نادي الزمالك، ونوفر له كل شيء مطلوب. وكان ده هو الشغل الشاغل للجنة، كيفية تنمية الموارد وتوفير الاحتياجات اللازمة عشان نفي بالاستحقاقات اللي علينا. فبطمن الجماهير، وعايز ابعت رسالة امل ورسالة اطمئنان، اطمنوا الهدف بتاعنا هو اسعادكم، الهدف بتاعنا هو تنمية الموارد المالية وإدارة هذه الموارد المالية عشان نقدر نحل المشاكل اللي بتواجهنا. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا جزيلا.